يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الفرح، يا مساء كل يوم جديد فيه خير جديد. ودايما رب الخير ما بيجيبش غير كل خير. طيب النهاردة أنا كنت محضرة مقدمة غير اللي أنا هقولها دلوقتي. الصراحة الأسبوع اللي فات أنا لاحظت شوية حاجات كده غريبة جدا. أنا بطبعي شخص متفائل جدا جدا، بس أنتوا يعني عيلتي وأهلي، بس أحكي لكم اللي أنا حسيته الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات الموبايل ده أنا كنت بعمل حاجتين اتنين بس، البقاء لله والدوام لله، كلمتين دول تمام، ما قلتش غيرهم. يعني أنا ماسكة الموبايل ما بقولش غيرهم. نسبة الناس اللي بتموت يا جماعة من كوفيد 19 كتير جدا جدا جدا، تمام؟ يعني مش قادرة أقول قد إيه. طيب دي عرفتنا إيه؟ عرفتنا حاجة واحدة، إنه محدش ضامن ميعاده، محدش ضامن وقته. انه لو انت لسه لغايه دلوقتي ما اتصبتش او ما جالكش حاجه او انت ما جالكيش حاجه، مش بالوقايه اللي احنا بنعملها بشويه الكحول والجلافز والماسك دي، برحمه ربنا. لولا رحمه ربنا لينا كان زماننا من ضمن الاعداد اللي بنسمعها. فعايزه اقول لكم انه لازم نشكر ربنا كل يوم الصبح ان احنا لسه بصحتنا، ان احنا لسه قادرين نتنفس. كان في واحد امريكاني سمعته على السوشيال ميديا كان بيقول ان هو عنده حوالي 75 سنه، دخل المستشفى تمام بكوفيد 19 وكان تحت جهاز التنفس الصناعي. المهم لما خرج بعد 10 ايام بيدوله الرسيد بتاع ان هو هيدفع الفلوس قد ايه، هو قامه تمام. لو بيعيط، طب بتعيط ليه؟ طب خلاص، طب هنقلل لك الفلوس، طب شوف هتدفع كام. يعني الدكاتره كانوا طيبين جدا معايا، بحيث ان انت يا عم ما تتعبش تاني. قال لهم انا اقدر ادفع قد ده 10 مرات. اليوم كان تقريبا ب 100,000 جنيه مصري، تمام؟ قعد 10 ايام يعني تقريبا ما يقرب من مليون جنيه. قال انا اقدر ادفع اكتر من كده، بس الفكره كلها قد ايه ربنا كان بيديني النفس وانا مش حاسس بقيمته. قد ايه ربنا بيدينا النفس كل يوم واحنا ماشيين نتنفس واحنا مش حاسين بقيمة ده، ونقول له شكرا يا رب. لازم كل واحد فينا يشكر ربنا على اللي هو فيه دلوقتي. الحمد لله الحمد لله. ويا رب جائحة الكورونا ما تجيش لأي حد. يا رب الوقت الجاي ما نشوفش حد غالي علينا راح مننا. طبعا عندنا الدكاترة هي الصراحة خط الدفاع بتاعنا، يعني ربنا يكون في عونهم حقيقي، وربنا يكرمهم يا رب، ويعني ونعدي الجائحة دي على خير. موضوع حلقتنا بقى النهاردة دي المقدمة اللي أنا كنت عايزة أقولها الصراحة، اللي حسيتها الوقت اللي فات أني لازم نشكر ربنا 24 ساعة على أن هو لحتى الآن محدش جاله حاجة، واللي جاله ده وقته وده معاده، واللي مات هو ده توقيته مش توقيت قبل. كل واحد ليه معاد وليه وقت، ربنا ما بيعجلش بحد. لا، انت اتولدت في ميعاد، انتهيت في ميعاد، انت ليك ميعاد. ما مش هنقول ليه يا رب، لا هو مش ليه يا رب، هو ده توقيت. طيب النهارده بقى موضوعنا مهم جدا يا جماعه، موضوعنا بيتكلم عن القدم السكري. النهارده هيكون منورني ومشرفني دكتور عاطف نور الدين، استشاري جراحه القدم السكري ومدير مستشفى دكتور عاطف نور الدين. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ. منور الاستوديو ومنور المدينه ومنور الدنيا كلها يا دكتور. ربنا يبارك فيكي، دايما برنامج كل الكلام منور الشاشه وبيفيد كل المشاهدين بالمعلومات القيمه اللي حضرتك والمواضيع اللي حضرتك بتختاريها. ميرسي يا دكتور، ربنا يخليك. طيب النهارده يا دكتور حضرتك طبعا علامه في جراحه القدم السكري، عايزين نسالك ايه هو القدم السكري؟ ده معناه ايه؟ يعني الناس طبعا نسبه كبيره الناس عندها سكر، احنا الشعب المصري تقريبا عنده 60% من الشعب المصري يا دكتور عنده سكر، صح؟ احنا للاسف الدول العربيه من اعلى معدلات الاصابه بمرض السكري. وبناء عليه من ضمن مضاعفات مرض السكري القدم السكري. ودي نسبة عالية جدا في الدول النامية بتصل ل 40%. القدم السكري يا أستاذة رولا دي عبارة عن متلازمة أو مجموعة أعراض بتظهر على مريض السكر الغير منتظم في العلاج أو غير مسيطر على
السكر. مجموعة الأعراض ديت إما إنها تصيب الشرايين بتاعة الأطراف بتاعة القدم أو الأعصاب بتاعة القدم. طيب أنا عندي هنا هو فاصل مهم جدا لازم أفرقه، هل كل مريض بالسكر بالضرورة إن هيجيله قدم سكري؟ ده كويشن مارك مهم جدا، يعني مش كل مريض سكر يجيله مرض القدم السكرية يا دكتور؟ إطلاقا إطلاقا. طب بيجي على أساس إيه؟ أنا بفتكر كلمة لأستاذنا الدكتور حسام موافي كان بيقول إن مريض السكر من المرضى السعداء، لأن مرض السكر لو ظبطناه الشخص هيعيش أحسن من الشخص الطبيعي اللي مهمل وما بينقيش أكله وما بينقيش نومه وما بيظبطش حياته. تمام. فدي نقطة مهمة جدا لازم نعرفها لكل أهلنا. مش معنى أن أنت عندك السكر أن أنت بالضرورة هيجيلك القدم السكري. طيب إيه هي القدم السكري؟ أيوة إيه هي القدم السكري؟ عبارة عن مضاعفات لمرض السكر يظهر فيها جروح تتحول إلى قرح، والقرح تبقى قرح مزمنة وتتطور إلى أن تصل إلى غرغرينا لا قدر الله في النهاية. يا الله، يعني القدم بيبقى فيها تقرح وجروح بس ما بتلتئمش؟ صعبة الالتئام لو ما فيش التزام، ودي هنقولها بالترتيب عشان المشاهدين يعرفوا إزاي نقي نفسنا من القدم السكري. طب إيه اللي بيوصل مريض السكر للقدم السكري؟ إيه اللي بيوصله كده وإيه أسبابه؟ السؤال بتاع حضرتك ده أنت أصبت الهدف. لو أنا مريض سكر ملتزم وبروح لدكتور أخصائي سكر يظبط لي السكر وبانتظام بحلل وسكري مظبوط، أنا مش هيحصل لي ده القدم السكري. طيب إيه اللي يوصلني لكده؟ السكر لما بيرتفع في الدم ما بيدخلش للخلايا، فالخلايا بتكون في حالة عطش للسكر وللطاقة. معنى كده إيه؟ إنها ما بتتغذاش فبتبدأ تموت. تمام. يعني أنا عندي نقص طاقة، ولو عندي مشكلة في الشرايين يحصل كمان ضيق في الشرايين، يبقى يقل التروية بتاع الطرف فيبدأ يتأثر الجزء ده. إيه اللي يسرع من العملية دي؟ اللي يسرع من العملية إن أنا ما عنديش وعي أتعامل إزاي مع القدم السكري. عندي أول حاجة القدم بتبقى مزنوقة ما بين جسمين صلبين، الأرض والعظم. صح، جزئين صلبين بيضغطوا عليها. صح. يبقى أنا مفروض أعمل إيه؟ مريض السكر ما يمشيش حافي القدمين خالص. إحنا كلنا عندنا لا مبالاة في الحتة دي. قام بالليل دخل الحمام، كسل يلبس شبشب ولا حاجة، بالظبط كده اهو، ودخل برجليه. طيب عنده السكر أثر على الأعصاب الطرفية، الإحساس قل، يكون في حاجة على الأرض وولاده بيلعبوا بلعب، في مسمار، في أي حاجة يضغط عليه من غير ما يحس، عمل له جرح ولو جرح صغير. الجلد عندنا هو خط الدفاع الأول. تمام. أنا فتحت فيه فتحة يدخل منها الميكروب. تمام. يبدأ حضرتك يعمل لنا ما يسمى بجرح القدم السكري اللي بيتطور لقرحة القدم السكري. هي دي اللي بتوصل لقرحة القدم السكري، انه لازم يعني لازم مريض السكر يبقى لابس شبشب. اعتقد ومسكين بقى لو عنده مشكلة في التهاب الأطراف الأعصاب الطرفية ما بيكونش حاسس بيها كمان. يعني حضرتك يدوس على مسمار وما يحسش، يدوس على ازاز وما يحسش، يدوس على اي جسم صلب، او حتى في بعض المرضى المساكين بيقولنا محروق. ياه، وما يحسش يا دكتور؟ ما يحسش بيها لان حصل عنده التهاب مزمن في الاعصاب الطرفيه. عشان كده بنقول لازم يتابع طبيب السكر باستمرار عشان يظبط سكره، عشان ما يحصلوش التهاب للاعصاب الطرفيه. تمام. انا حضرتك هنا هو عندي خطأ شائع
الناس بتعمله مع القدم السكري. اول حاجة انه مش عارف ان دي قدم سكري. فاكر ان هو ده جرح زي اي جرح. تاني حاجة انه بيلجأ الى اي حد يعالجه، وانا اقصد كلمة حد مش شرط طبيب، ممكن صيدلي يدخل له كده يقول له معلش اصل رجلي اتعورت، يروح لممرض او ممرضه، يروح لصيدلي، يروح ده الحاج فلان عندنا ما شاء الله عليه بيعرف ايه يغير وده كويس والكلام ده كله. في ناس بتتعامل مع الصيدليه ان هم دكاتره على فكره، بيدخلوا كدكتور، هو الدكتور اللي هيدي العلاج وهيمشي. انا حضرتك يعني كنت بره عايش في بلاد مجرمه موضوع ان الصيدلي يعالج مريض، صح، وبتوصل للحبس. ليه؟ الدكتور بيبقى عارف طبيعة المرض وهيتعامل معاه، زي ما احنا دلوقتي بنوصف زي ما بنوصف دلوقتي ايه طبيعة القدم السكري. لازم اعرف ان انا عندي التهاب في الاعصاب، عندي ضيق في الشرايين، عندي ضغط في العظمة بتاعتها وممكن يكون فيها تسوس، عندي مشكلة في الانسجة من تحت ان هي ما وصلهاش تروية وبدأت تموت. اعرف ازاي؟ أبدأ ألاقي بطن الأدم بدأ الجلد يتخن ويخشن، يتخن ويخشن. دي في الوقت ده ابتدي أحس إن ده هو القدم السكري. ده كده بقى إنذار، خد بالك الجلد ده بدأ يموت. تمام. يعني هيبقى سهل جدا إصابته. لازم على طول أروح للدكتور ويديني كريمات مرطبة تلين الجلد عشان خاطر يرجع له الحيوية تاني. لازم اعالج التهاب الاعصاب، لازم اعالج تدفق الدم للايه للقدم عشان خاطر ياخد تروية وتغذية كويسة. تمام. طيب انا وصلت لمرحلة جرح قدم سكري او قرحة قدم سكري. زي ما اتفقنا ما اروحش لاي حد. اروح لاستشاري او اخصائي في القدم السكري عشان خاطر يعرف يعالجها، يعرف يعمل ايه. سهل انها تخف لو ظبطنا السكر وعرفنا نتعامل معاها ازاي. طيب يا دكتور، امتى المريض يبتدي يقلق من الموضوع ده وايه هي الاعراض؟ يعني امتى ابتدي اقلق ان انا خلاص الدنيا بايظه قوي؟ تمام. احنا اتفقنا دلوقتي يا استاذه رولا ان انا عندي اعراض، الاعراض دي قد تتشابه مع امراض اخرى. بمعنى مش كل مريض عنده السكر وحس بسخونة في الأطراف أو حس ببرودة في الأطراف إن عنده قدم سكري. لو عنده سبب تاني زي التهاب في الفقرات، ما هو ده هيضغط لي على الأعصاب ويعمل نفس الأعراض بتاع التهاب الأعصاب الطرفية اللي مع مرض السكر. يبقى دي مش قدم سكري. واروح لطبيب اخصائي مخ واعصاب او اخصائي عظام اعالج الضغط اللي على الفقرات. يبقى ده اللي يخلينا نفرق لو في سبب تاني. لو مريض سكر لقى ان قدمه بتورم، هي قدم واحده ولا اتنين؟ تفرق في ايه يا دكتور لو قدم واحده او اتنين؟ ايه الفرق فيها بقى؟ لو القدمين يبقى السبب سيستماتيك، ده حاجه من الجسم، يروح لدكتور باطنة يظبط له التورم ده ويشوفه التورم ده من ايه. تمام. هل بياخد علاج ضغط مسبب له التورم؟ هل عنده مشكله في الكبد او في الكلى مسببه له التورم؟ هل عنده مشكله في الاورده مسببه له التورم؟ مش قدم سكري، مش قدم سكري. لو في رجل واحده، لا دي لازم ابص عليها، دي قدم سكري وممكن تكون قرحة اسمها قرحة شاركوت. لازم دي بيحصل فيها انفصال للمفاصل وممكن كسر في العظام نتعامل معاه. يبقى انا مهم جدا ان انا افرق. عشان كده ربنا قال ولا ينبئك مثل خبير. لازم نروح للايه للمتخصص عشان نقدر نفرق ونقدر نعالج بدري. تمام. حضرتك سألتي سؤال مهم. ازاي احمي رجلي من القدم السكري؟ وهل كل واحد عنده قدم سكري هيحصل له المضاعفات؟ اطلاقا خالص. طب بترجع لايه يا دكتور؟ يعني ايوه، ايه الاسباب اللي تخليني ان انا ما احسش بالمضاعفات دي لو انا عندي القدم السكري؟ انت متخيله حضرتك ان 5% بس هم اللي بيحصل لهم مضاعفات؟
5% بس. لو ما التزمش، لو ما ظبطش السكر. يعني عندنا نسبة التعافي والشفاء عالية جدا لو في التزام. أنا عندي تقريبا ما بين 80-90% من مرضى السكري غير معرضين خالص للقدم السكري لو ظبط سكره، اللي هو عشان ياخد الأنسولين في الميعاد سواء كان الأورال أو اللي هي الحقنة يعني إما ياخد العلاج بالفم أو العلاج عن طريق الحقن على حسب ما هيوصف له طبيب السكر. مطلوب منه زيارة بانتظام كل شهرين أو 3 شهور على الأكثر لطبيب السكر. مطلوب منه زيارة كل 6 شهور للطبيب القدم السكري، يفحص رجليه ويطمن، يعمل له دوبلر، يشوف تدفق الدم، يعمل اختبار الأعصاب، يطمن إن الحمد لله. طيب باستمرار في البيت لو هو يقدر يفحص نفسه ويفحص رجليه يطمن إن رجليه سليمة ما حصلش فيها جروح، ينظف ما بين الأصابع عشان الفطريات اللي بتطلع بتعجل من القدم السكري. يعني عندنا أمور وقائية كتيرة جدا، وزي ما قلنا ما يمشيش على الأرض حافي، ما يعرضش نفسه لبرودة شديدة أو سخونة شديدة. طيب عايز لا كمل ماشي اتفضل يا دكتور. عايز أوضح للناس نقطة مهمة جدا. يكون 2 مرضى بالقدم السكري وجاي واحد يشتكي يقول يا دكتور أنا رجلي مولعة نار. ليه بقى؟ واحد تاني برضو مريض قدم سكري يجي يقول يا دكتور أنا رجلي متلجة. طب اشمعنى ده مولعة نار وده متلجة؟ قدم سكري، ما هو ده اللي احنا عايزين ننبه عليه. ها. احنا عندنا الرجل قايمة على حاجتين. الشرايين. وعلى الأعصاب. تمام. فلو حصل اعتلال في الشرايين، حصل ضيق، حصل أثيروسكليروزيس أو أي حاجة تضيق تدفق الدم، الدم مش هيوصل. تمام. يعني الطرف هيبرد فيحس ببرودة، عشان كده بيحس. دي علامة علامة إن عنده ضيق في الشرايين. تمام. نبدأ نعالجها عشان ما نوصلش في الآخر لجراحة توسيع وتركيب دعامات. تمام. لو اشتكالي إن عنده ولك السخونة سخونة بقى. أيوة. وحرارة والكلام ده، معناها إنه وصل لمرحلة التهاب الأعصاب الطرفية. التهاب الأعصاب. يبقى لازم يراجع طبيب السكر ويعالج الالتهاب ده، هيروح من عنده الإيه؟ الإحساس بالحرارة. يبقى العرض اللي بيظهر مهم جدا يعرفني أنا هعالج إزاي. رغم إن الاتنين قدم سكري. تمام. طب أنا عندي سؤال يا دكتور. أكيد في ناس قاعدين دلوقتي وما عندهمش سكر. تمام. طب أنا عايز أعرف إيه هي أعراض مرض السكر؟ يعني أنا أعرفه إزاي؟ أنا يعني في ناس بتجيلها هسس كده تقول لك إيه؟ أنا حاسس إن أنا رئي ناشف وهنزل إيه السكر؟ يعني بتحصل أعمل تحليل سكر، تمام؟ أشوف السكر ده إيه؟ إيه هي أعراضها؟ أنا عايزة دي بجد أعرفها. إيه أعراض السكر؟ الناس تبقى بتبتدي تخاف وتقلق تقول أنا فعلاً جاني سكر. دي سؤال. وهل هي تفرق عن سكر يا دكتور اللي بيجي للحمل؟ تمام تمام. طبعا في فروق كبيرة جدا. السكر أنواع. ماشي. زي ما حضرتك تفضلتي في سكر الحمل، وفي أنواع سكر تانية منها سكر البالغين، وفي السكر بتاع النوع الأول اللي بيجي للأطفال والمراهقين. أعرف إزاي إن الشخص ده هيصاب بالسكر؟ أيوة. أو كده دي سؤال مهم. كل ما زاد الوعي يا أستاذة رولا كل ما هيزيد القلق. تمام. ودي علامة كويسة. تمام. ليه؟ أحسن من الاندفرنس، لا مبالاة، والواحد يسيب نفسه لغاية لما السكر يرتفع ارتفاع شديد ويعرفه وهو داخل على غيبوبة السكر بس. أعرف إزاي؟ علامات السكر معروفة لمعظم الناس دلوقتي. زي ما حضرتك تفضلتي إن يلاقي ريقه ناشف. يعني دي أنا سمعتها. علموها لنا. البوليديبسيا، البوليوريا، البوليفاجيا، اللي إيه؟ بيحس إن هو بياكل وبيجوع. بياكل وبيجوع. بيشرب وبيعطش. تمام. واخد بالك كده؟ يعني حاسة الشبع مش موجودة وحاسة العطش مش موجودة. بالظبط كده أهو. إنه عايز يدخل الحمام كتير. تمام. عايز البول عنده ما بيلحقش يمسكه. دي تمام. علامات مهمة جدا. بس مش معنى كده إن أي واحد بيعطش يبقى عنده السكر. مش معنى كده ان واحد بيجوع على طول يبقى عنده السكر. اللي بيحكم القصه دي ايه؟ تحليل معملي بسيط جدا، ان بنشوف السكر العشوائي او السكر التراكمي.
او ان احنا نعمل منحنى السكر وده الادق. طب هو مش بيبقى وراثي يا دكتور؟ يعني لو مثلا عند الاب والام مش عارفه ايه، ففي احتمال كبير قوي ان يجي، احتمال كبير بيعمل يعني بيلعب دور مهم. وليس بالضروره، مش بالضروره بالظبط كده، ان هو بيكون في احتماليه الاصابه عليه. طيب سكر الحمل تمام، هل هو ده سكر مزمن بيكمل ولا بينتهي مع فتره الحمل؟ وهل هي كده بتبقى عرضه فيما بعد للسكر؟ اغلب الحالات بتاع سكر الحمل بمجرد الولاده بتنتهي معاناتها مع السكر. في بعض الحالات اللي بيكون عندهم تاريخ مرضي بالذات في ناحيه الام، سواء اب او ام، لكن ناحيه الام اكتر، هي اللي ممكن يكمل معاها. دي مرحله بقى يعني محتاجه ان طبيب السكر يقعد يظبط لها نظام الاكل ونظام الوجبات، واحنا عندنا في المستشفى طابعين القصه دي كلها، الورق ناكل ايه والتصبيره تكون ايه، عشان بنيجي نجوع ما بين الوجبات. وهي دي المشكله، الاكل اللي احنا بناكله ما بين الوجبات هو اللي بيرفع السكر. احنا عندنا في المستشفى على طول طابعين اي مريض بيدخل عندنا، بنطبع له ورق، ده النظام اللي هتمشي عليه عشان لما يجي يتوه يعرف انا هاكل ايه وهشرب ايه. هما لو لخبطوا طبعا في الاكل على ما بسمع يعني الدنيا بتتدمر في والزعل يا دكتور بيجيب لهم سكر، صح؟ العامل النفسي مهم جدا، عشان كده لازم يكون عندنا ثبات انفعالي. اصل انا اسمع ان فعلا الزعل بيسبب سكر، بيجيب ده حقيقي؟ دي حقيقة، صح؟ الصدمات النفسيه، صح؟ مش الزعل العادي، يعني تبقى حاجه كده بتكون صدمه نفسيه جدا، فبتسبب فقد عزيز، ان واحد يعني اتصدم في شخص بيحبه، موقف مش كده، فبتلاقي. معانا تليفون يا دكتور. استاذ علي من اسيوط. ايوه كنت عايز اسال الدكتور سؤال. اتفضل يا استاذ. اتفضل استاذ علي. انا مش باخد علاجات لا ضغط ولا اي حاجه، بس عملت تحليل سكر طلع مره 147 صايم، ومره طلع 97 او 100 كده. تمام. وقال الدكتور كويس وما خدتش اي علاج ولا اي حاجه. طب وكنت اقيس الضغط والحاجات دي، فانا مش عارف اعمل ايه مثلا. انا ما عندي سكر ولا اي حاجه، بس خايف يكون واطي عالي. تمام. ينصحني ايه الدكتور مثلا؟ حاضر. في اي سؤال يا دكتور؟ كنت عايز اسال هل في تاريخ مرضي في العيله؟ لا فيش حد عنده سكر عندنا. الوالد او الوالده ربنا يحفظهم. لا فيش، لا حدش كان عنده سكر. العمر قد ايه يا استاذ علي؟ 40 سنه. 40 سنه، طول العمر ليك. هنجاوب حضرتك دلوقتي. شكرا يا استاذ علي، شكرا. الدكتور هيجاوب عليك دلوقتي. يا دكتور. السؤال ده سؤال كويس جدا. وفعلا يعني واحد عمل تحليل مره لقاه اقل من 150 147، ومره لقاه في المعدل الطبيعي. ده عنده سكر ولا ما عندوش؟ لا، احنا عندنا لازم نعيد قياس السكر اكتر من مره طالما ما وصلش لمستوى ال 200. يعني ال 200 هي اللي تبتدي تقلق؟ لا احنا عندنا، لا، السكر واشنطن ثيرابيوتكس كاتب ان السكر 126، ده خلاص ابدا ايه اتعامل معاه على انه هو سكر. لكن امتى نجزم امتى نجزم ان عنده سكر؟ لو عملنا له وهو صايم وطلع 200 فما فوق. لكن لو عملنا وهو صايم زي حاله الاستاذ علي لقيناه 147. ما يمكن اكون انا واكل في الليل اكله دسمه فيها دهون ورفع الايه المستوى شويه، ما اقدرش احسم ان ده مريض سكر. امال ايه؟ ده بيسموه البري دايابيتس، ما قبل مرض السكر. لازم ننتبه، يعني ده احتماليه ان يجيله السكر، احتماليه اصابته بالسكر موجوده. تمام. طب اعمل ايه عشان خاطر استريح وما اقلقش؟ اعمل حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري او السكر التراكمي. ده تحليل يا دكتور؟ تحليل بسيط. بيجيب لنا متوسط السكر في دم الانسان اخر 3 شهور. تمام. سواء بقى كان صايم او فاطر، واكل مش واكل، فبيجيب لنا المستوى بتاع السكر في اخر 3 شهور ونريح بالنا. لقيناه مظبوط يبقى الحمد لله، كان مرتفع نبدا نتعامل معاه على ان هو مريض سكر وايه ونظبط له الموضوع. يعني لكن يطمن استاذ علي ده يطمن يعمل يطمن بس ياخد الحذر، يبدا يظبط اكله. مفيش وجبات تقيله بالليل. مفيش اكله دسمه في الليل.
وجبة العشاء وجبة خفيفة، ولازم تكون قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل عشان تلحق تتهضم، ما يكونش فيها مستوى سكر عالي. تمام خلاص كده دكتور، ده أستاذ علي عرف يعمل إيه. طيب كلمة غرغرينا يا دكتور هي بتخوف أي حد لو سمعها في الدنيا، فغرغرينا دي حاجة كبيرة معناها أن أنا هفقد شيء من جسمي، تمام؟ فإيه بقى، إيه هي الغرغرينا دي؟ الغرغرينا دي حاجة مؤلمة جدا، ما بنحبهاش وما بنحبش نشوفها، وعشان كده بنوصي دايما أهلنا انتبهوا واظبطوا سكركم عشان ما نوصلش لنهاية المضاعفات. غرغرينا معناها ان بدأ يبقى فيه موت للأنسجة. الغرغرينا عندنا انواع يا استاذة رولا. في عندنا الغرغرينا اليابسة او بنسميها الدراي جنجرين. غرغرينا ناشفة ما بتفيش فيها اي افرازات. ها، او في الويد جنجرين، الغرغرينا اللينة. معانا تليفون يا دكتور، اتفضل يا فندم. ام صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام صلاح، ازاي حالك؟ كل سنه طيب. وانتي طيبه، وانتي طيبه. اتفضلي سؤالك ايه؟ عاوز اسال الدكتور. اتفضلي الدكتور معاك، اسالي. كل سنه طيب يا دكتور. اهلا وسهلا يا ام صلاح، كل سنه وانتي طيبه. الله يخليك يا دكتور. اتفضلي يا ست. لو سمحت يا دكتور، انا مريضه سكر من 6 سنين. ربنا يشفيك ان شاء الله. دلوقتي كل حاجة عندي تمام، بس دلوقتي أنا حسيت برجلية بالقطب عندي، من رجلية من مشط رجلية الاتنين بيبقوا دجاج، وبحرك صوابعي بالعافية. في سخونة ولا في برودة يا أم صلاة؟ لما ببقى قاعدة قاعدة ومديدة رجلية كده في الأرض بحس بسخونة. تمام تمام. ده اللي كنا بنسميه. ماشي، وأحاول أحركهم ما فيش حاجة، بس بحركهم بصعوبة. الحمد لله رجلنا سليمة ولا فيها أي جروح؟ لا ما فيهاش أي جروح، بس بتبقى تنية بسيطة وبحاول أعالج. يعني إيه بكتيريا بسيطة؟ يعني بتظهر بعض البكتيريا كده بياض كده، بحط له علاج كده بيصحيه بعض. لا لا لا، الحاجات البيضة اللي موجودة دي وخصوصا بين الأصابع دي مش بكتيريا، دي فطريات يا أم صلاح. ودي بتعتبر البوابة اللي بتأذلنا الجلد وتفتح المسام بتاعته عشان يدخل ميكروبات تعمل لنا القدم السكري، فلازم ننتبه ونعالجها كويس وننظفها. يبقى لازم يعني تعالجيها الأول يا أم صلاح. آه كنت عايز أسألك لا. سؤال. لازم تعالجيها الأول. معاكي الدكتور، عايز أسألك في حاجة. أيوة دكتور. معدل السكر عندك كام؟ وآخر مرة قستي السكر إمتى؟ أنا آخر مرة قست السكر قبل رمضان كان التراكمي 86%. تمام تمام. ولسه ما عملتش تحليل تاني بعد رمضان لأن ما عادوا ليش، فما جاش. تمام تمام. العادي بتقيس السكر كل قد إيه يا أم صلاة؟ لا أنا ما بحللش إلا تراكمي، حللته مرة واحدة بس على صيام وفاطر قبل التراكمي، طلع 157 فاطر صايم و 240 فاطر. تمام تمام يا ام صلاح. تمام. احنا عايزين ناكد على الخطا الشائع ان في كلنا. في اي سؤال يا تاني يا دكتور؟ لا شكرا يا ام صلاح. خلاص شكرا يا ام صلاح، هنجاوب عليكي دلوقتي. شكرا. اتفضل يا دكتور. احنا معظمنا وكتير من مرضى السكر ما بيتابعش السكر بتاعه لغايه لما يحصل له مشكله. بسمع على الله. بالظبط كده، خليها على الله. انا مش حاسس بحاجه. ما احنا مش عايزينك تحس. انت اول ما هتبدا تحس ان في مشكله يعني انت دخلت في مضاعفات. تمام. ام صلاح بتقول ان هي حاسه بتقل في رجليها وبتحس بتنميل في الاطراف عند المشط. دي علامه على التهاب الاعصاب الطرفيه. التهاب اللي احنا كنا الطرفية. بنقول عندنا جزئين مهمين، اما بروده او سخونه، اما في مشكله في تدفق الدم او مشكله في التهاب الأعصاب. لازم تروح لطبيب السكر يبدأ يعالج لها التهاب الأعصاب عشان ما نخشش في مضاعفات، لكن هي لغاية دلوقتي الحمد لله ما فيش أي مشكلة عندها غير التهاب الأعصاب. تمام. معانا تليفون تاني يا دكتور. اتفضل يا فندم. نهاد من القاهرة. ألو إيهاب. إيهاب ماشي. إيهاب من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أكلم الدكتور بعد إذنك. اتفضل الدكتور معاك. اتفضل. اهلا وسهلا يا استاذ ايهاب. دكتور انا عندي السكر بقالي سنين. كم سنه يا استاذ ايهاب؟ عندي
دلوقتي انا باخد دالفاز 50 على 1000، وباخد واحده بعد الغداء وواحده بعد العشاء، وباخد ديماكرون قرص الصبح. انا المشكله دلوقتي حضرتك ضعاف رجلي ابتدت حضرتك يعني ايه تنشف كده، واحس ان هي متشققه، ده مش عارف من ايه يا دكتور. تمام تمام. حضرتك مستوى السكر عندك كام يا استاذ ايهاب؟ لا مستوى السكر ساعات بيطلع كده عالي جدا، هو مشكلتي في العصبيه بس مش الاكل. العصبيه بتاع السكر صح؟ طبعا بس طبعًا. هي ضعاف الرجل حضرتك بقت بتنشف، وبحس ان هي بتطلع من مكانها كده، يعني ايه الضفر احس ان هو ايه ان هو بارز كده لورا كده. كام العمر يا استاذ صلاح؟ يا استاذ ايهاب. انا عندي 49 سنه. طول العمر ليك، طول العمر ليك. ماشي هنجاوب. خلاص يا استاذ ايهاب هنجاوب عليك دلوقتي، الدكتور هيجاوب على سؤالك. تلاحظي حضرتك مشاكل متعدده ومضاعفات متعدده وكلهم بيصبوا في اتجاه مرض السكر ومضاعفاته. عشان كده احنا عندنا في المستشفى دكتور عاطف نور الدين بنعملين فريق عمل لعلاج المشاكل دي. تمام. بيشارك فيها استشاري سكر، بيشارك فيها استشاري مخ واعصاب، بيشارك فيها استشاري الجراحه، واحيانا نلجا لاستشاري التجميل عشان لو في مشكله في القرح ومحتاجه بعد كده عمليه زراعه او ترقيع الجلد يبقى عملنا كله متكامل. تمام. مشكله الاستاذ ايهاب ان بدا يحس ان في عنده صباع وبدا الجلد ينشف. ده الكلام اللي احنا كنا قلناه في الاول، دي علامه ان بدات الاطراف تحس بالعطش، ان مفيش ترويه كويسه ليها. محتاجين نعمل دوبلر عشان خاطر نشوف تدفق الدم للاطراف شكله ايه. محتاجين ان احنا ناخد كريمات مرطبه عشان خاطر نلين الجلد ونرجع له الحيويه تاني عشان ما نخشش في قدم سكري. لكن هو دلوقتي الحمد لله هي مرحله متقدمه، انذار مبكر، خد بالك الحق نفسك، انت كويس لغايه دلوقتي، ما تسيبش الموضوع يتدهور. ما هو بيقول لك لما بيتنرفز بتزيد عليه الموضوع ده. ده بقى يعني ده اللي احنا بنقوله، مش محتاجين عصبيه، احنا محتاجين ناخد الامور بهدوء عشان صحتنا. ما فيش حاجه الصحه، اظن حضرتك بداتي مقدمه كويسه جدا يا استاذه رولا. نفس شوف بنتنفسه مش حاسين بنعمته. مفيش اغلى من الصحه يا دكتور. بس هو ده اللي كل احنا بنقوله. حاجه في الدنيا تكون يعني الواحد لو حس انه هيفقد ايه، هل ده يوازي صحتك؟ لا مفيش حاجه تستاهل اكيد. لا معانا صابرين. صبري انا بتاكل صبري. تمام. ايوه ايوه اتفضل يا استاذ صبري. سلام. مساء الخير. سلام. السلام عليكم. وعليكم سلام السلام. عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت عايز اكلم الدكتور. اتفضل الدكتور معاك طبعا. اتفضل. اهلا يا استاذ صبري. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن تطفي التلفزيون وتسمعنا من التليفون يا استاذ صبري؟ أو حاضر. شكرا. دكتور. اهلا وسهلا استاذ صبري. حضرتك دلوقتي انا عندي الالم بتاع رجليا الاثنين بيشقق والجلد بينشف وساعات بيقشر كده، وانا طبيعي عندي السكر ده لحضرتك. اتفضل. فالسكر بينزل ويعلى، يعني ممكن يوصل ل 120، ممكن يوصل ل 77، ممكن يوصل كده يعني. تمام. يروح ويجي، وبعدين ما باخدش انسولين انا اصلا. انا باخد برشام اماريل 4 مللي، وباخد برشام اللي هو كان الاول زيكوفان الالف، في نوع ثاني برشام كده كتبوا لي يعني ايه كبير برضك بس حاجه ثانيه، ده وقفت الزيكوفان الالف، وباخد برشام سكر ثاني اللي هو الاماريل ال 4 مللي والثاني ده. تمام. وعندي لمغزه ثانيه بتيجي في رجليا باستمرار بين صابعي رجليا. تمام. العمر قد ايه يا استاذنا؟ 55 ماشي في ال 56. والسكر بقى له كام سنه؟ لا كده يعني دخل في 15 سنه وشويه. 15 سنه وشهرين. هو انا سائل السؤال ده عشان كده. ده بقى له عمر طويل. ربنا يديك طول عمر يا استاذ صبري. ماشي. ايه بقى استاذ صبري ماله؟ دي نقطه مهمه ان احنا نطمن اهلنا ان المضاعفات ما بتظهرش الا بعد فتره طويله، 10 15 سنه. يعني انا عندي فتره طويله جدا احمي نفسي ان ما يحصلش مضاعفات.
الأستاذ صبري بيشتكي إن عنده تشققات في الكعب وفطريات في الأطفال، دي دايما هنلاقيها موجودة في معظم مرضى السكر. زي ما قلنا دي البوابة إن تحصل مشاكل في الجلد، القدم السكري بالظبط كده، وتدخلنا للقدم السكري. منتهى البساطة أنا أعمل إيه؟ بودرة، بودرة القدم أحطها، أطهرها باستمرار، لازم رجلي تكون نظيفة، ما فيهاش أي بكتيريا أي فطريات، ما البس الشوز طول اليوم، لازم أهوي الرجل، أروح أغير الشراب وأدخل على الحمام على طول، ما أقولش إيه لا ده الشراب نظيف الحمد لله أنا كويس. في عندنا مفاهيم خاطئة لازم نغيرها. تمام. مريض السكر ما ينفعش يلبس شوز ضيق، لا ده حتى في شوز مخصوص للقدم السكري، ده بيريح القدم السكري جدا، ومن غير ما يكون في قدم سكري بيحمي من حدوث أي مضاعفات. معانا تليفون تاني يا دكتور. اتفضل. مريم. ايوه. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. ايه سؤالك؟ الو. ايه سؤالك يا استاذه مريم؟ بقول لحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. انا على طول يا دكتور رجليا بتوجعني واقدر اقول حركه عبرتي. مش سامعك كويس يا استاذه مريم. علي صوتك شويه لو سمحتي. بقول لحضرتك يا دكتور انا على طول رجليا بتوجعني ومش بقدر ادوس على كعب رجلي. اهلا وسهلا. رجليها بتوجعها وما بتقدرش تدوس على كعب رجلها يا دكتور. تمام تمام. بعد الشر فيه سكر. الو استاذه مريم. فصل 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 يا دكتور. طب يا ريت تعاودي الاتصال تاني يا استاذه مريم عشان هقول لك على حاجه كويسه. طيب طب يا دكتور احنا ازاي نقي نفسنا من مرض القدم السكري للناس اللي عندها القدم السكري؟ تمام ممتاز جدا. احنا في عندنا مجموعة احتياطات لو عملناها مش هيحصل القدم السكري. حلو جدا. القدم السكري على قد ما هو مرعب على قد ما هو إمكانية حدوثه قليلة جدا بسبب عدم وعينا، مش عارفين نتعامل معاه ازاي. انا طالما بقيت مريض سكر لازم نظافة القدم وخصوصا ما بين الصوابع باستمرار. تمام. رجعت تاني مريم. طب كويس. ايوه. الو الو. ايوه دكتور. ايوه دكتور معاك. انا بصحى برضه من النوم مش بقدر ادوس على رجلي. تمام. انت كام سنه يا استاذه مريم؟ انا بصحى من النوم مش بقدر ادوس على رجلي. عندك كام سنه يا استاذه مريم؟ الدكتور بيسالك عندك كام سنه؟ 20 سنه يا دكتور. عندك كام سنه؟ 20 سنة. 20؟ اه. طيب سلامتك سنة. الف سلامة. يعني انا هقول لك على حاجة يا استاذة مريم عشان خاطر انا بنتي اسمها مريم تشرفيني مجانا في المستشفى نشوفك ونعالجك. ايه المشكلة بقى اللي عندك غير كعب رجلك؟ هل مرض السكر بقاله فترة طويلة معاكي؟ انا ما عنديش سكر. ما عنديش سكر عشان كده انا قصدت اسال. سهله ان شاء الله بسيطه وهنجاوبك. في حاجه تاني غير كعب رجليكي؟ هي رجلي توجعني والاعصاب بتاعت رجلي، مش قادره ادوس على اعصاب رجلي وبحس ان العروق بتاعت رجلي منفوخه او ورم. الف سلامه عليك يا ستي. خلاص ماشي تمام. هنجاوب حضرتك دلوقتي. الدكتور قال لك ان انت هتروحي له المستشفى دكتور عاطف نور الدين. هتروحي مستشفى دكتور عاطف نور الدين. تمام. ارجعي للكنترول وخدي رقم المستشفى هناك عشان تروحي لهم عشان خاطر برسي. مريم بس نور الدين بنتي. والرقم حضرتك موجود عندك على الهواء لو عايزاه وتتصلي بيهم وتتواصلي معاهم ودكتور هيعالجك مجانا. ميرسي يا دكتور. طبعا ازاي تحت امرك واي حاله تبع البرنامج على راسنا من فوق. مرسي مرسي ربنا يكرمك. طيب احنا كده انت هتنتظرها بقى هي ولا هي الاستاذه مريم بتشتكي ان كعب رجلها هو اللي بيقلمها وما عندهاش السكر. ده برضو يعني عرض مهم نفرق بيه. هو غالبا كعب الرجل وخصوصا لو بيجي لها الصبح اول ما تقوم من النوم ومش قادره تحط كعب رجليها على الارض وتقعد شويه كده اهوت لغايه لما تستعيد نفسها
ده غالبا بيكون من ارتفاع حامض البوليك. ده مرض النقرس. عندنا ام صلاح عايزانا تاني. ايوه ام صلاح. ايوه الو. المشكلة لسه كملت السؤال. ايوه ايوه يا ام صلاح ارجعي كملي السؤال. دلوقتي انا عندي سمنه في البطن. عندك ايه؟ سمنه في البطن. سمينه في البطن. عندي سمنه بس في البطن، عاوز الدكتور يجاوبني بعد ما اكفي. عايزه ايه؟ سؤال، وكمان الاطفال اللي هم بيجيهم سكر وهم صغيرين سن 10 سنين و9 سنين، ما فيش حل لهم الا الانسولين. طيب حاضر يا ام صلاح هنجاوبك دلوقتي. ليها اي سؤال يا دكتور؟ عايز افهم السمنه اللي في البطن دي ايه يعني، هل سمنه بعد الولاده مثلا ترهلات في البطن، ولا ايه نوع السمنه اللي بتشتكي منها؟ لا لا السمنه دي، ده انا يعني ده انا ابني خلاص خاطئ وبنتي متجوزه. ربنا يا رب. السمنه ديت مش عارفه لها حل يعني. لا ان شاء الله كل حاجه ليها حل يا ام صلاح اطمني. ماشي. لو في علاج ولا حاجه تقول لي عليه بعد ما اكفي. حاضر عيني حاضر عيني يا ستي. هنرد عليكي دلوقتي على طول يا ام صلاح. شكرا يا ام صلاح تليفونك. نرد عليك. طيب بخصوص السمنه اللي في البطن وجراحه الترهلات وشد البطن وكده، احنا عندنا في المستشفى دكتور عاطف نور الدين قسم جراحه التجميل برئاسه الاستاذ الدكتور عبد العال دياب. ده قسم متميز جدا بيعالج عمليه السمنه والترهلات وعمليات الشد. حلو جدا. يعني هي ممكن تروح عمليات سحب تعمل عمليه اللي هي ان هي تشيل منطقه البطن من السمنه دي وتعالجها. معاه الحمد لله ممتازه يعني ان شاء الله. طب حلو جدا. حلو جدا. بخصوص الاطفال طبعا بيكون معتمد اعتماد كامل على الانسولين. حاليا في محاولات ومن فضل الله بدات تبقى ناجحه. انواع جديده من العلاج. ربنا ييسر ان شاء الله، لسه في طور التجارب، لكن قريب جدا باذن الله هيكون في بشره كويسه للاطفال ومرضى السكر باذن الله ان شاء الله. معانا ام احمد من اسكندريه. يا دكتور الو. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. الدكتور معاكي طبعا يا ام احمد، اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتور، انا ما انا كل ما اكل حاجات مسكره ابص الاقي دماغي عنده صداع واكني في وش في دماغي كده. انا عملت تحليل سكر لقيته كويس يعني فاطر، بس ما عملتوش صايم. هل السكر دي ممكن يكون انا عندي السكر فعلا؟ انا ما حللتش تاني. انت ما حللتيش يا ام يا يما يا ام يا ام احمد؟ يا ام احمد ما حللتيش. انا حللت فاطر بس. فاطر بس. كام العمر يا ام؟ نعم. كام العمر؟ انا عندي 38. طيب هل في تاريخ مرضي في الاسره؟ في السكر؟ لا انا ما عنديش حد عنده سكر في العيله. تمام الحمد لله. طيب في اي اعراض تانية؟ لا هو بس المشكله في السكر ابص الاقي ضربات قلب سريعه ودماغي اي يعني بصراحه لما بتحرم عليها السكريات. بتشربي الشاي بكم معلقه سكر يا ماما؟ انا ما بشربش شاي كتير اصلا وما بحبش الحاجه مسكره اصلا. ما بتحبيش الحاجه المسكره؟ هو ده اللي انا عايز اوصله. تمام تمام. لو انا شربت كوبايه عصير قصب في الشارع ابص الاقي دماغي فيه وش وضربات قلب سريعه وجسمي يرتعش مش طبيعيه. ما كنتش كده الاول خالص. تمام تمام. هل دي اعراض سكر حضرتك ولا ايه بالظبط؟ هنطمنك دلوقتي يا ام عليكي يا ام احمد. هنرد عليكي ما تقلقيش ان شاء الله خير. شكرا يا ام احمد. شكرا. دلوقتي ام احمد بتشتكي انها لما بتشرب عصاير او سكريات بتحس ان زي ما بتقول دماغها بتغلي ومصدعه وكده. عملت تحليل سكر فاطر، سكر صايم وما فيش حاجه. زي ما قلنا الادق السكر التراكمي او الهيموجلوبين السكري اللي بيجيب لنا نتيجه اخر 3 شهور. هو ده اللي بيكون الفيصل. لان انا ممكن في اللحظه اللي انا حللت فيها مش واكل فما يطلعش السكر عالي. ممكن اكون انا واخد حاجه مسكره فيطلع. لا ده طب مش. طب هي ما عندهاش حتى استعداد ان هو يجي سكر؟ ما هو ده ما نقدرش نقول كده الا لما نعرف نسبه السكر كام في التحليل. لو لقينا في التراكمي عدى الحدود الامنه ده هنقول لها خدي بالك انت كده معرضه ان يجي لك لا قدر الله سكر في المستقبل، او نقول انت في امان اطمني وان شاء الله مش هيكون حاجه. تمام. طب يا دكتور ايه نصايحك العامه لمريض السكر عموما؟ قبل ما اقول النصايح اقول له اطمن.
اطمن، طول ما انت منتبه لصحتك وبتراعي الاحتياطات اللازمة لمرض السكر انت في امان، مش هيحصل اي مشاكل. ان ياخد الانسولين في معيده، ان ياخد البرشام العلاج بتاعه عموما، او العلاج يتاخد في مواعيده، اظبط السكري باستمرار، زيارة دورية لطبيب السكر من غير اعراض من غير تعب كل شهرين او ثلاث شهور، زيارة للجراح القدم السكري كل ست شهور عشان نطمن ونفحص ونشوف بالدوبلر، نشوف تدفق الدم والشرايين، رجلينا زي ما اتفقنا نظافة القدمين باستمرار، ملبس شوز ضيق، ما دس على أرض أكون حافي أو يكون أماكن صلبة تأذي رجلي. تمام. طب يا دكتور، إيه هو تأثير الغدة الدرقية على مريض السكر؟ دي بقى محتاجة يعني استشاري يعني يكون متمرس عشان يظبط لنا القصة دي. ده لازم يكون دكتور اندوكراين الغدد الصماء. تمام. عشان خاطر يظبط لنا موضوع السكر مع دي بقى مواضيع فعلا يعني ده بقى هو العلم. ده هو ده الطب، محتاجة دكتور تخصص باطني وغدد صماء. تمام. عشان هو مرض السكر يعالجه طبيب السكر او طبيب الغدد الصماء، والغدة الدرقية نفس القصة. طيب في سؤال تاني. تفضل. كان في حد سأله بيقول ان هو بيبقى قبل الاكل بيبقى السكر عنده 180، تمام، بعد الغداء والانسولين بيوصل ل 70 و80، طيب بعدها باربع ساعات بيوصل 350، ليه؟ ده سؤال، ليه الارقام دي كلها في يوم؟ ايوه، ده معناها ان الجرعات اللي بياخدها مش متناسبة معاه، عايزة اعادة تظبيط تاني. جرعات الانسولين نفسها؟ ليه؟ ها، انا المفروض بالليل اخد جرعة انسولين تتناسب معايا ان انا هنام ومش هبذل مجهود. تمام. تمام؟ بحيث ان انا اصحى الصبح مستوى السكر بتاعي الطبيعي ما يوصلش لل 150. يعني يكون 120 110 130. تمام. تمام. طيب انا صحيت وفطرت، اخد الجرعة على قد اكلي وعلى قد مجهودي، وبيظبطها استشاري السكر. هنفترض مثلا ان هو لو بياخد الانسولين المخلوط المكسترد مثلا 70 30، الدكتور السكر بيحسب له الوجبات بتاعته وبياخد كم سعر حراري، فيقول له انت هتاخد 30 وحدة انسولين مثلا، اللي هي دي تكفيه لغاية لما يجي ميعاد الغدا يلاقي سكره مظبوط، ويجي بالليل يديله الجرعة اللي تكفيه لتاني يوم، ويسند معاه الظهر بأي نوع من الحبوب، ما يخليش الهكتك. اصل 180 70 350. ما هو ده غير منتظم، وده اخطر انواع السكر، ده اخطرهم، الغير منتظم. يعني لازم ده يظبطه بأي شكل، وده سهل ان هو يظبط بزيارة استشاري السكر. تمام. للأسف يا دكتور خلصت حلقتنا النهاردة، بجد كنت منورني ومشرفني. الحلقة ممتعة جدا والوقت عدى ما حسناش بيه. الموضوع مهم، الموضوع شيق ويهم أهلنا، وإحنا دورنا الوقاية صح أهم من العلاج، عشان كده نمنع المرض أسهل بإذن الله لو من كلنا إن احنا نقعد نعالج فيه. بالظبط يا فندم. وإحنا بالزبط. عارفين أن نسبة كتيرة من الشعب المصري عندها السكر، يعني نسبة عالية، يعني سهل جدا نتعايش معاه ان شاء الله، وعندنا كل انواع العلاج من فضل الله في المستشفى، حتى الجراحات بفضل الله جراحات متقدمة واجهزة متقدمة جدا تحل المشكلة بإذن الله. تمام يا دكتور، شرفت النهاردة معاك. معايا دكتور عاطف نور الدين، استشاري جراحة القدم السكري ومدير مستشفى الدكتور عاطف نور الدين. مرسي جدا ليك يا دكتور. شكرا. شكرا على حسن الاستضافة يا استاذ رول. بكده خلصت حلقتنا النهاردة، كانت حلقة الصراحة شيقة وجميلة جدا، وأنا عن نفسي عرفت عنها حاجات كتيرة ما كنتش أعرفها خالص عن القدم السكري وعن السكر، وكان في أسئلة أنا نفسي عايز أسألها يعني. تمام. فلا هو كنت عايز أعرف إزاي نعرف السكر، إزاي نعرف إن بيجيلنا، عشان الأسئلة دي أنا نفسي كنت عايز أسألها. للأسف خلصت حلقتنا النهاردة، انتظروني في حلقة جديدة من برنامج كل الكلام. سلام.